أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي فتعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي. أيضا تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه. أيضا الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تضعيم قدرة النبات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية. وفي هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات مثل خصوبة التربة، التراكيب المحصولية، احتياجات النبات، نظم الري، التغيرات المناخية، حجم التوسع الأفقي والرأسي، أيضا الطلب في السوق العالمي. وتماشيا مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أي مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة، تمهيدا لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقا لنتائج تحليل التربة. المعروض قدام سيادتك دلوقتي ده نموذج فعلا حقيقي تفاعلي لموقع أرض في زمام قفر الجديد مركز الرحمانية محافظة البحيرة. هذه الخريطة من خلال البيانات اللي موجودة عليها بنقدر نشوف عمق المياه في الأرض، يعني على سبيل المثال هنا على عمق 119 سنتي ملوحة التربة قد إيه، الكربونات الكالسيوم الموجودة، سلفات الكالسيوم الموجودة قد إيه، النيتروجين اللي موجود في التربة دي قد إيه، الفسفور، البوتاسيوم، أيضا العناصر الصغرى زي الزنك والنحاس والمنجنيز وخلافه. نقدر بنعمل، إحنا بدأنا في تصميم هذا النموذج وإن شاء الله هنبدأ نكمله على مستوى الجمهورية، وقريبا يعني في خلال فترة قريبة جدا هنبدأ نطبقه على محافظة أو محافظتين عشان نقدر نرشد استخدام الأسمدة، وفي نفس الوقت ما نرميش أسمدة على الفاضي، تستخدم وفقا لاحتياجات النبات يعني. والشكل المعروض حاليا يوضح حجم الأسمدة من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة، واللي بيظهر قدرة الدولة على وجود فائض في الأسمدة الأزوتية وتصدير. أيضا الأسمدة الفسفاتية فيها فائض، لكن عندنا بعض عجز بسيط في البوتاسية والأسمدة المخلوطة عندنا الفائض فيها. فإن شاء الله بإضافة هذا الصرح وغيره مع ترشيد الاستخدام سوف تستمر في تحقيق فائض من الأسمدة.